فاكرين انتوا من سنتين لما تدخل تركي آل الشيخ في موضوع الكورة وأوقع ما بين محمود الخطيب بنادي الأهلي وما بين مرتضى منصور بنادي الزمالك، وهم أعرق ناديين في مصر، وبدأ مرتضى منصور يطلع يتكلم عن محمود الخطيب بشكل غير لائق، ومحمود الخطيب يتكلم عن مرتضى منصور بشكل غير لائق، أو مدحت شلبي يدخل على الدور وورا منه شوبير برضه يدخل على الدور، ده كله عشان تركي آل الشيخ يرمل ده 1,000,000 جنيه ولا ده 1,000,000 جنيه. فكرة إهانة كرامة المصري، فكرة إنك تهين المصري. كان تركي آل الشيخ بيلعب على الحتة دي جدا بشكل كبير جدا. وصل الموضوع تدريجا الى الدخول في الفن والاعلام والسينما والفن والمطربين والمغنيين، فاتجوز الفنانه امل ماهر، حصل المشاكل اللي حصلت، طلعت امل ماهر بعد فتره من شويه عملت حفل، فتركي آل الشيخ بيتريق عليها ان يعني الحفل ما فيش حد والناس مشيت رغم ان الحفل نجح جدا جدا، بس عشان يتريق عليها عمل ايه؟ راح جاب كتب جاب فيديو صغير للفنان محمد سعد وحسن حسني رحمه الله عليه، وقال لك عم بخ في عزا عم بخ والكلام ده كله، واتريق عليها قال يعني ما فيش حد جه في عزا عم بخ، فما فيش حد جه في مين في الحفله بتاعتك يا امل ماهر. لا، حفله امل ماهر نجحت شاء من شاء وابى من ابى. انا راجل كشخصي ما بهتمش بالفن ولا بحب اسمع الاغاني اصلا، بس الحقيقه حفله امل ماهر نجحت، اتفق او تختلف حاجه، حفله امل ماهر نجحت. انت بتحب عمرو دياب اوكي، ما بتحبوش اوكي، بس راجل ناجح في مجاله. ناجح ازاي؟ لما بيعمل حفل مئات الالاف بيروحوا له، فانت هنا تتفق معاه او تختلف معاه، هو ناجح. فعمل حفله امل ماهر نجحت، فرح منزل الفيديو بتاع عم بخ بس سبحان الله وتعالى، تشاء يشاء قدره الله عز وجل، الكومنتات اللي داخله عليه يعني عملت من تركي آل الشيخ سعودي كده كبسه. لكن المخزي بجد والمؤلم ما كانش الدعم السعودي الذبابي لتركي آل الشيخ، المخزي بجد والمؤلم كان رد الفنانة أنغام. عشان كده بدأت لك بشوبير ومدحت شلبي، بدأت لك بمرتضى منصور والخطيب. شوف قد ايه تركي آل الشيخ بالرز بتاعه اوقع العداوة ما بين اهل البلد الواحدة، ما بين مرتضى منصور والخطيب، بينهم وبين بعض 5 دقائق بالعربية، اوقع العداوة بينهم. شفت قد ايه فلوسه المسمومة عملت في الناس ايه؟ شوف قد ايه خلى فنانة زي انغام تطلع تسخر من زميلتها ومن جارتها ومن صديقتها ومن زميلة عملها ومن بنت بلدها بالشكل ده. ليه ده انحدار غير مسبوق في تاريخ مصر؟ مين اللي اوصل مصر لهذه الدرجه؟ مين اللي خلى مصر يوصل بها المرحله ان يجي واحد ابن امبارح زي تركي آل الشيخ يهين المصريين بالشكل ده؟ مين تركي آل الشيخ ده؟ مين اللي خلاه يعمل كده؟ مين اللي وصله للمرحله دي؟ مين اللي خلاه يروح يعني يذل بنت مصريه زي امال ماهر بالشكل ده؟ مين اللي خلاه يخلي انغام تبيع كرامتها وتبيع مصريتها وتيجي على بنت زميلتها مصرية علشان كده؟ ليه؟ ثم ايه اللي حصل لأنغام من بعدها؟ دخل كمية ناس غير طبيعيين يعني خلوا أنغام تشكر لجدها ال17. ليه وصلت نفسها لهذه الإهانة؟ ليه الفنانة أمال ماهر يعني ده من سن بنتك يا أنغام، زي ما الناس كانت بتقول لها ده من سن بنتك، تسخري من واحدة من سن بنتك؟ يعني وصلت نفسك يا أنغام لدرجة الناس راحوا جابوا أغنية لأنغام بتقول أنا قليلة الأدب ولا مش عارف أنا ما فيش فايدة فيا أو فيا عيب أو حاجة زي المقصد. ليه مصر وصلت لهذا الانحدار؟ ليه؟